زورتنا اليوم حتكون من داخل مطار بنين الدولي. اليوم كابتن احمد العبيدي حنعيش مع بعضنا اجواء رائعه مع اول رحله للحجاج الى بيت الله الحرم. اليوم عقدنا العزم وتوكلنا وباذن الله بدينا في تسيير اول رحله حجاج بيت الله قاصدين البقاع، والحمد لله تم تجهيز اكثر من لجنه امنيه وخدميه وتسييريه لتوفير راحة الحجاج. أول شيء صلاة تمشي تجيب السلامة إن شاء الله يا رب، حجتكم مبرورة الحمد لله يا رب. أنصر ليبيا يا الله يا رب يا كريم يا رب، وحفتر والجيش يا الله يا كريم يا رب. الوضع ان شاء الله كويس، من احسن احسن ان شاء الله، ان شاء الله ربي يصلح الحال. انت تجي ديما هنا ديما تجي ولا فتره تواصلوا غيروا في جو الاطفال ان شاء الله؟ باكي وصف لي الوضع الامني، الوضع المعيشي، العائلات، الناس فرحانه؟ من احسن احسن. والوضع ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني عندنا الاختناق مروري والباقي الحمد لله، حتى السبيله بدات توفر تفضل من ربي، الاسعار بدا ينزل، بس باقي التكميله الاخيره الدعسه الاخيره هذه نقول ان شاء الله قريب. ربي يوفق الشباب ويعطيكم الصحه انتم على المجهود الاعلامي تبذلوا فيه. اليوم بعضنا قاعدين في تغطية إلى الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي في بطولة بنغازي للكاراتيه موسم 2019، واليوم يوم خاص بالبنات. طبعا هي البطولة جاية ضمن أنشطة الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي، وهو مهرجان بنغازي للكاراتيه للموسم الرياضي 2019. طبعا احنا بديناها بمهرجان بنغازي اللي اقيم بالفتره اللي فاتت، وبعضها دينا بطوله اللي هم الاولاد اللي هم فئه 2011 2012 سنه. امتى التحقت بلعبه الكاراتيه؟ من 2009. وانت؟ 2009. وامتى تحصلت على حزام الاسود؟ في 2017. أثر لعبة الكاراتيه غيرت في نفسيتك هيك؟ أكيد. ما عادش حد يقدر يضربك؟ لا. ما تحوش حد يضرب فيك؟ لا. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقتنا اليوم من برنامجكم جوله. جولتنا اليوم مع جمعيه اصدقاء المعاقين ذهنيا الخيريه. اليوم احتفال الجمعيه بالعيد 29 سنه بتاسيس هذه الجمعيه. الحمد لله، يعني فضل الله وفضلها هي ومجهودها ومثابرتها وصلت سباحة عالمية الحمد لله يا رب، فضل ربي. مش شيطانة؟ شيطانة أنت العزو؟ نهائي مش شيطانة.